قايل شوف، لاحظ التلفيته ليه؟ هو بيستنى لغايه ما تتلفت كده وينقض، او تنفض ريشها فينقض. شوف بقى بيسحب ازاي اللقم، شوف اللقم الغريب. قام خدها فعلا. حاجه غريبه. لا، اول ما ياخدها يغطسها في الميه. بيغطسها ليه؟ عشان تفطس. شوف مغطسها ازاي، حاجه غريبه والله، شيء غريب صحيح. هنعيد لكم دي بقى على ايه، هنعيدها لكم على ابطا شويه. هوب هوب هوب، امسك امسك وغطسها نمره اتنين، وبعد ما يخنقها تحت الميه هيبتدي يبلع بقى على راحته. بس حاجه غريبه قوي. الله يعافيك.